ذلك على تضاعف جهودنا في توفير أمن مشترك وغير متجازئ وتوفير نموذج أمن للعالم المعاصر. ونشكركم على دعم المشاريع الروسية للقرارات في مكافحة تشغيل النازية وعدم البعد بوضع السلاح في الفضاء وترسيخ مبادر السيق في الفضاء الخارجي وترسيخ العالم المعلوماتي. فكالعضو الدائم للمجلس الأمن للأمم المتحدة ستواصل روسيا منهجها استراتيجي الهادف إلى ترسيخ الاستقرار والأمن في إفريقيا وتأمين الأمن الإقليمي وندعم رفع الدور الإفريقي في تصويت الأزمات الإفريقية والنزاعات ونشدد على أهمية مبدأ الحلول الإفريقية للقضايا الإفريقية. ناقشنا ذلك أمس بالتفاصيل ونؤيد طرح الأفارقة لمسألة الدعم المالي لجهودهم الهادفة لحفظ السلام على حساب مدفوعاتهم في الميزانية الأممية. يقلقنا أنه للأسف الشديد لا يزال الوضع في أفريقيا غير مستقر، فهناك عدد من النزاعات القومية والأثنية القائمة علاوه على أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية. فتواجه القارة الإرهاب والإيديولوجية المتطرفة والإجرام العابر للحدود والقرصنة، فالعدد من البلدان تواجه عواقب ما يسمى بالربيع العربي الذي أدى إلى أسفر عن عدم الاستقرار في شمال إفريقيا. علاوةً على ذلك إلى في منطقة الساحل والصحراء في منطقة بحيرة شاد وفي القرن الإفريقي نشهد أنشطة عدد كبير من المجموعات الإرهابية بما في ذلك داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب. ومن هذا المنطلق نعزم على تعزيز جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك عن طريق التنسيق المتواصل بين أجهزة الشرطة والجهات المختصة الأخرى، تبادل المعلومات وتنسيق جهودنا، وعزمون على مواصلة تدريب العسكريين وعناصر أجهزة الشرطة الأفارقة في المؤسسات التعليمية الروسية المختصة. فحاليا يتعلم في معهد تابع لوزارة الدفاع الروسية عناصر من 20 دولة إفريقية، وبغية تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الوطنية للبلدان الإفريقية نتعاون في المجال العسكري والعسكري والفني. فتعاقدت روسيا في هذا المجال مع أكثر من 30 دولة إفريقية نزودها بأعداد مختلفة بالعتاد والأسلحة بما في ذلك جزئيا بشكل مجاني. يشارك الشركاء الأفارقة في المناورات والمعارض والمنتديات العسكرية، يتعرف من خلالها على نماذج حديثة من والواعدة من الأسلحة والعتاد. ففي إطار المناورات العسكرية الدولية جيش 2019 شارك 11 دولة إفريقية، وعدد الراغبين في المشاركة في ازدياد مستمر. فنعير أهمية قصوى لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع البلدان الإفريقية. ففي السنة 2018 بلغ حجم التبادل التجاري مع القارة الإفريقية أكثر من 20 مليار دولار، علما بأنه تضاعف خلال آخر خمس سنوات. ونشهد تنويع حجم هذا التبادل لصالح تغيير تشكيلته لصالح غير الخامات. إن الشركات الروسية تعمل في المنطقة في القارة الإفريقية خلال مدة طويلة بشكل خاص في تنقيب واستخراج الموارد الطبيعية في مجال النفط والغاز، وتخطو خطوات معينة فيما يخص بإقامة التعاون في التقنيات الحديثة. العديد من الحضور شاركوا أمس في الملتقى الاقتصادي الروسي إفريقيا، وطرح خلالها عدد كبير من الأفكار الجديدة والاقتراحات تهدف تعزيز
التعاون الاقتصادي والتجاري. فاسمح لي أن أكرر أهمية لتدريب الكوادر الأهلية والتعليم. فيتعلم حاليا في روسيا أكثر من 17,000 أفارقة، والحصة السنوية لقبول الطلبة الأفارقة هي 1,800 شخص أو منحة، وسندرس إمكانية توسيع هذه الحصة. هناك آفاق واعدة وجيدة للتعاون في مجال الصحة والرعاية الصحية. يشتغل في جمهورية غوينيا مركز الدراسات والأبحاث للأمراض الوبائية ووقاية من الأمراض المعدية، ولعله من الممكن دراسة إمكانية فتح مثل هذا المركز ثاني في القارة الإفريقية. نعتقد مفيدا دراسة موضوع إضافة أو توسيع التعاون الصناعي عن طريق إقامة اتصالات مع المنظمات الإفريقية المختلفة. ناقشنا أمس في إطار لقائنا بين المؤسسات والتكتلات الإفريقية واللاجنة الأوراسية هذا الموضوع، وسيتم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين اللاجنة الاقتصادية الأوراسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي. أيها الزملاء المحترمون، كلنا مهتمون بإعطاء تابع منتظم ومتكامل للتعاون الروسي الإفريقي. وبشكل أولي قد نقش موضوع تأسيس منتدى شراكة روسيا إفريقيا الذي كما ناقشنا أمس مع بعض زملائي خلال مأدبة العشاء. في إطار هذا المنتدى بشكل منتظم دوري على سبيل المثال مرة في 3 سنوات ممكن انعقاد قمة على مستوى رؤساء دول. هذه فكرة جيدة سليمة وسنؤيدها. وما بين في الفترة ما بين هذه القمم ستعقد مشاورات سنوية سياسية لوزارة الخارجية. أعتقد أن الجميع سيدعم هذا الاقتراح، وفي هذا الإطار